تصحى من الاساس من هادشي كامل وتتقول لك فايش خويا ضرب بموس. انا هذيك السيده راه فايش بلاتني بها، انا تهمتني بها، انا قالت لك انا اللي ضرب بموس الدار هو الدائره البروميير. كنا عندهم جات لي تنازل ب 5000 درهم اللي عطاها مرتي باش دارت لي التنازل. وهاد الناس هادو راه دايرين خدمه، حنا بغينا تنطلبوا من محكمه موقره من الرئيس وكيل العام من جلالة محمد السادس، بغينا الحق يبان. هادشي راه الباطل، الباطل راه يبغي الله على عبده. خويا ما اداش هاد السيده، وها الدليل، ها ما تصاورها تقول تديني باكراه. ما كاينش الاكراه، هذيك السيده جبت معاها بخاطره ومش تعرفوش ربع سنين، عندها عام ونص معاها. وديك السيده فايشه ماشيه الاماراش عندنا الدليل واتساب بان باغا تتزوج منه. ها الدليل هاو ابل فيديو تا هو كاين، تتهضر معاها هي في دارهم تقول تديني بالاكراه وتديني صحه وتيمشيو رايحوا في تجلسوا في المناطق اللي فيها البوليس فيها الفيادره. تقول تديني بالاكراه، اللي تمشي بالاكراه ما تمشيش تشرب في البار، تمشيش الامارات وترجع. علاش مشات الامارات ورجعات؟ دات لي 5 مليون ومشات الامارات ومزوره اما لاكارت ولا مزوره باسبور، مع دايره باسبور في 96. ها هما عاد تنطلبوا من السلطه دولة الحق والقانون، حنا معروفة علينا المغرب. بغينا السلطة تحقق مع الأخ ديالي وهاد السيدة هادي، واش كيما تدعي هي أنها تعرفو ربع سنين، واش يعرفها عام ونص، وبغينا ودايرة في اللاج ديالها في الباسبور 96 وفي لاكارت 2000. بغينا نعرفوها، بغينا ندو الحق يبان، بغينا الحق يبان، حنا ما بغينا والو. هاد السيدة تدعي بأنها زايدة عندها لاكارت فيها 2000 والباسبور عندها 96. حنا بغينا نعرفوا الحقيقه. تقول لهم انا اللي شديني باكراه وربع سنين وانا معاه، ما معاش ربع سنين، عام ونص، وكاينين الشهود على هذه الهضره. وتقول لك هو اللي خرجني من المدرسه. صافي قال نتفارقوا بعدي مني بعد منك، بغات باي طريقه تصيفط هذاك الدري للحبس. انتقام، باغا تنتقم منه، باغا تصيفطو للحبس، ولا باغا اما تجوج بيا ولا سير للحبس. وهاد الناس هادو دايرين خدمه. واخا دابا هي اللي تجوجت بيه، كتبغي تسمح ليه؟ هي قلت لك نتزوج به، انا نوقف معاه، انا نمشي معاه عند الوكيل. ودارهم هما اللي معشاردين. لا دارهم قلت لا، دارهم هما اللي ما باغينش، ما باغي الصلح. نتزوج به هاد السيده، انت ما خديتينيش، راه غناكل دواء ديال الفار، غنتشاحر، غنمشي انا وياك للحبس بحال هكا. قالت لي هاد السيده هادي راه مشرمله، كلها خطوط كلها وشام. تتقول لك انا شرم مني، راه مشرم خويا، انا ما فيهش قمشه. غاتصاور كلشي، الناس سولوه، غتقولوا خو جا تيجي من الاخ ديالو، غتنسولوا الناس، نسولوا انا، ديروني انا كاذب، كلامي كله كذوب. سولوا الناس، ها هما المحمدية كاملة تتعرف خوه. هذيك السيدة هذه هي خدمتها، ديجا واخدة معدي انا 5000 درهم على ديك الضربة. تقول لك ضرب خويا اللي ضارب ما ضارباش خويا، وانا براسي ما ضارباش وبلاتني بها. هاد الناس عندهم الظلم، داروا خدمة ولاو دايرين هادشي خدمة، شافوا الناس تعاطفوا معاهم، والدكتور التازي تعاطف معاه وشي ناس اخرين، ولاو طامعين حتى في الدار، ولاو يقولوا حنا ما عندنا السكن، جرى علينا جدي هادي. هاد الناس ما نعرفوا واش باغيين من خويا، بغيتو تجوجوا به؟ قلنا لا نجوجوك به، بغيت شي فلوس نعطيوك فلوس، بغيت شي تجميل، واخا خويا ما اداكش نديرو لك. هاد السيدة هادي ما عرفناش شنو باغا، ودارهم مش باغين، ولاو دايرين خدمة، ولفوا هادشي، ولفوا داروا بحال الخدمة بحال اللي طالب، ما فهمتش اش باغيين من خويا. العقوبات ما ياخذ حتى وحده. وانايا تنطلب من المحكمة الموقرة موكل العام ومحمد السادس حقه مع الاخ ديالي، ويديروا خبرة طبية بان هاد السيدة هادي خويا هو اللي مغتصبها. خويا ما مغتصبهاش، خويا راه بغا ينقدها. هذيك السيدة معروفة في المحمدية كاملة، ماشي الله غيعرف اخويا، خويا راه نقدها، والناس راه شاهدين على هادشي. هي تدعي بان ربع سنين تعرف، ما تعرفهاش ربع سنين، عام ونص. مشات تقول شديني بالاكراه، تمشي معاها بالخاطر ديالها، تصاور. انا استاذ. مشات تقول شديني بالاكراه، ما كاين لا اكراه لا والو، مشات تقول انا مديكلاري به. مشات ديكلاري به ما والو، مشات ديكلاري به باش يتزوج بها. هاد السيده باغا تتزوج. دابا راه ولات ما بقاش باغا الزواج، شافت الراي العام والناس تعاطفوا معاها، ولات باغا الدار، ولات باغا ديرها خدمه. وبغينا المحكمة الموقرة وكيل العام ومحمد السادس وراه بلاد الحق والقانون هادي، بغينا يحقوا مع خويا في هادشي، بغينا يديروا لها خبرة طبية بأن خويا هو اللي مغتصبها،
وخبره طبيه شحال ويا واش مو شحال ضارب الحما وفوقاش عارف اش خويا. اولدي انا ما عرفاش كنت ناسا في الطبيب، انا جيت يلاه السيمانه هادي لقيت هاد الغواس كاين هي معاه نقول لك عامين نقول لك عام ونص ويا معاه. قول عام ونص. ايه انا ما عرفتش انتم عام ونص منين جيت قال لي هادي تقول له نتزوج بيك تجي ميساجات تعيط له في التليفونات بين الخرجه تصاور تصاور كاينين الدراري كاينين. قلت له وليدي الا بغيتي تاخذها انا ما تدخلش عندك واخا بالنسبه للواد دابا انت دابا هاد السيده باغا تزوج ولدك. اه انت تقول انت قال لي راه قالت لي تزوج بيا. قلت له وليدي جوج كلمات قدام راه عندي الشوكه. قلت لا بغيتي تاخذها خذها انا ما تدخلش عندي لا هي لا هادي باش ندخل واحد ونخرج واحد. بغيتي هادي ولا بغيتي يخرج يكري بوحدو؟ كري بوحدو اه هو كاين تزوج بها ولكن كري بوحدو؟ ايه بوحدك تزوج بها. انا ما ممتنعش من الزواج ديالها ممتنعه. قلت له ما تدخلهاش عندي انا مرا مريضه تنعيش هنا ونعيش عند بناتي انا تنداو في السبيطارات هادي ما غادخل ومريضه سكرك السمين تيطلع مولاه راه خايب. ما تيضربش هذاك بعدا مازالكو كاتبوا لي اه مازالكو كاتبوا هو ما تيهش الماسه في راسو. ولدي راه تنطلب من العداله ومنكم يتقلب ولدي الا كان ضرب هو الحمو غيضرب هي اذا كان هو مضروب الحمو في خاطره ولا يديه ولا محضه. ديوني انا بلاصتي ديوني انا بلاصتي. شنو شنو كطالبين من الاعضاء ديال قبطوا الحق الدولة الحق والقانون حق القانون يحيى الملك ويحيى الشعب ويحيى الحكومه يقبطوا الحق ديالو حتى هو يسمعوا له ويشوفوا الحق ويشوفوا وراقه ويشوفوا تصاوره ويشوفوا اي حاله حالته بعدا. راه ما عندي وليدي غير هما بجوج راه والله اللي عالم هاد الجوج فيهم با فيهم خويا فيهم راجلي فيهم هزت عليهم 18 عام با ميت كان بعداك مشلول جالس مسكين مشلول 12 عام وجالس على كرسي. انا مرضى وليدي بالسكات انا جبت الانسولين السريعه والعاديه والكفراج ومحيده وليدي الكلوه تنداوي عليها ودابا تاني قالوا لي عندك القلب. هذا رقد اللي قلت قال لي القلب. قلت له مزيان كملتها نطلب منكم اوليدي راكم تشوفوا الحاله وراه عطيه الكتاب ديالي تشوفوا المرض ديالي كله ماشي خبطه ديال الحكومه تنداوي فيه هنا تعطوني الانسولين. انت بغيتي يبان الحق ديال ولدك؟ ايه تنبان الله الملك يحيى والحكومه وانتم الصحافه والاساتذه انتم تشوفوا على عينكم كل شيء. بغيتوا حتى الشهود حنا نخرجوا الشهود وتشوفوا الشهود على عينكم. ما زورناهم حومه السيد اللي ساكن معاهم شهد السيد اللي ساكن معاهم شد قال لهم حنا ما شفنا لا ضرب نهار السبت ولا عطا ولا دايما ولا ثلاث البيبان ولا والو ما شفنا والو يدينا فوق راسنا جارهم تاكل معاهم نفس عاود جينا لهادو كل شيء حوانت قال لهم ما شفنا حنا والو شفنا ما يسمعوا دايما خاص يد في يديها وهي غادي ما شفنا والو. بعد مشاهدتكم للفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا زناتا نيوز والضغط على زر الجرس للتوصل بجديدنا.